بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. في الفيديوين اللي فاتوا كنا بدأنا مع بعض موضوع مهم جدا وهو ترانسبورت اكروس السيل ميمبرين. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن سيمبل ديفيوجن وفاسيليتيت ديفيوجن والاسموزيس والفلتريشن والسولفت دراج، وكل الحاجات دي كانت تحت عنوان الباسيف ترانسبورت. طب ايه الاكتيف ترانسبورت؟ خلينا نبدا فيه النهارده ان شاء الله. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن ترانسبورت اكروس السيل ميمبرين، وعرفنا ان السيل ميمبرين بيتكون من فوسفوليبيد بايلير يخترقها بعض الانتجرال بروتينز. الانتجرال بروتينز دي ممكن تكون تشانلز، ممكن تكون كارير، ممكن تكون بامب. وعرفنا ان الماده تنتقل بالباسيف ترانسبورت او بالاكتيف ترانسبورت على حسب الماده دي ماشيه مع الجريدينت، الونج جريدينت، ويز جريدينت، داون جريدينت، ولا ضد الجريدينت، اجينست جريدينت، اب جريدينت. لو الماده ماشيه مع الجريدينت من تركيز عالي لتركيز قليل، ففرق التركيز ده هيكون كافي ان هو يفعل الماده من الوسط ذو التركيز الاعلى الى الوسط ذو التركيز الاقل. في الحاله دي بسميه باسيف ترانسبورت ومش محتاج اي تي بي. اما لو الماده هنقلها ضد التركيز من تركيز قليل لتركيز عالي، ففي الحاله دي محتاج اي تي بي عشان اتغلب على اتجاه اندفاع الماده او فرق التركيز ده، وفي الحاله دي بسميه اكتيف ترانسبورت. اتكلمنا عن الباسيف ترانسبورت في المحاضرتين اللي فاتوا، وعرفنا ان الماده كده كده تمشي مع التركيز من تركيز عالي لتركيز قليل، تركيز عالي تركيز قليل، تركيز عالي تركيز قليل، تركيز عالي تركيز قليل. لكن الماده دي هل هتعدي من خلال فوسفوليبيد بايلير، ولا من خلال بروتين تشانل، ولا هتعدي من خلال بروتين كارير؟ الكلام ده هيحدده لي طبيعه الماده. لو الماده اللي عندي كانت ليبيد سوليبل بتدوب في الدهون شبه الاكسجين والكربون دايوكسيد والنيتروجين والامونيا والايثانول والستيرويد هرمونز، الحاجات دي كلها ليبيد سوليبل، فبالتالي تعدي بالسمبل ديفيوجن من خلال فوسفوليبيد بايلير. اما لو الماده اللي عندي كانت ووتر سوليبل، فبالتالي مش هتقدر تعدي من خلال فوسفوليبيد بايلير. هحتاج لها انتجرال بروتين او ترانس ميمبرين بروتين. ترانس ميمبرين بروتين يعني واخد السيل ميمبرين من بره لجوه، يعني انتجرال بروتين، يعني انترنسك بروتين زي ما تسميه. ترانس ميمبرين بروتين ده ممكن يكون تشانل، ممكن يكون كارير. اللي هيحدد الموضوع ده هل الماده حجمها صغير ولا حجمها كبير. لو كانت الماده ووتر سوليبل وحجمها صغير، فبالتالي هقدر اعديها من خلال بروتين تشانل، مجرد شاريمو يكفيها، شبه الصوديوم شبه البوتاسيوم شبه الميه اللي بتعدي من خلال الاكوابورين اللي هي بروتين تشانل. الحاله دي سمبل ديفيوجن برضه. اما لو الماده كانت ووتر سوليبل وحجمها كبير شبه الجلوكوز شبه الامينو اسيد شبه الجلاكتوز، بحتاج لها بروتين كارير، في الحاله دي بسميه فاسيليتيتد ديفيوجن. كان عند بعض الحالات الخاصه من السمبل ديفيوجن شبه الاسموزيس والفلتريشن والسولفنت دراج. لو الماده تندفع تحت ضغط، لو الميه تندفع تحت ضغط من هيدروستاتيك بريشر عالي هيدروستاتيك بريشر قليل، في الحاله دي بسميها فلتريشن. اما لو الميه دي تنتقل من خلال سيمي بيرميابل ميمبرين طبقا للضغط الاسموزي طبقا لتركيز السوليوتس، تنتقل من تركيز سوليوتس قليل لتركيز سوليوتس عالي، السوليوتس العاليه تشفط الميه اتجاهها، الحاله دي بسميها اسموزيس. غالبا الميه وهي بتعدي ما بتعديش نقيه تماما، ممكن يشبط فيها بعض السوليوتس شبه اليوريا، في الحاله دي بسميها سولفنت دريج. ده الباسيف ترانسبورت اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت. اتكلمنا عن موضوع اسمه كنيستي، كنا بنقارن الاوزمولاليتي بتاعت اي محلول بوصله في الجسم بالاوزمولاليتي بتاعت البلازما اللي هي نفسها الاوزمولاليتي داخل خلايا داخل الار بي سيز او كرات الدم الحمراء. واتفقنا وقتها ان الاوزمولاليتي في جسمي اي مكان في جسمي داخل الخلايا بره الخلايا في البلازما من 280 ل 300 ملي اوزمول. قال لك 280 ماشي، قال 290 ماشي، قال 300 مفيش اي مشكله. المحاليل اللي موجوده عندي في الصيدليه مظبوطه بحيث ان الاوزمولاليتي بتاعتها تساوي الاوزمولاليتي بتاعت البلازما، وبالتالي ما تاثرش على الار بي سيز او الخلايا، لا الخلايا تتنفخ وتفرقع ولا الخلايا تكشكش وتفقد وظيفتها. الموجودين عندي في الصيدليه، المحاليل اللي موجوده عندي في الصيدليه كلها ايزوتونيك سوليوشن. محلول الملح 9.10% NaCl، محلول السكر الموجود عندي في الصيدليه 5% جلوكوز، محلول اليوريا الموجود عندي في الصيدليه 1.8% يوريا. اما المحاليل اللي بيكون تركيز السوليوتس فيها عالي بسميه هايبرتونيك سوليوشن، عنده اوزمولاليتي اعلى من الار بي سيز، عنده اوزمولاليتي اعلى من البلازما، وبالتالي بيبدا يشفط الميه من داخل الخلايا والخلايا يحصل فيها شرينكج وتكشكش. اما المحاليل اللي بيكون فيها تركيز السوليوتس اقل بسميها هايبوتونيك سوليوشنز، بتكون الاوزمولاليتي فيها اقل من الاوزمولاليتي بتاعت البلازما، وبالتالي لو دخلتها جوه الجسم هتبدا الخلايا تتنفخ، تاخد منها ميه، تتنفخ تتنفخ تتنفخ، يحصل فيها سويلنج، وممكن الخلايا كمان تفرقع ويحصل لها هيموليسيس او تحلل لكرات الدم. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت. المفروض محاضره النهارده نتكلم فيها عن الاكتيف ترانسبورت. لكن قبل ما ابدا اتكلم عن الاكتيف ترانسبورت اللي هنحتاج فيه بامب، خليني اقول لك انواع الكارير بروتينز. الكارير بروتينز يا شباب ممكن تكون بتنقل لي ماده واحده، في الحاله دي بسميها يوني بورتر. لو حضرتك ملاحظ ان الكارير الاصفر طبعا الجزء الرمادي ده هو السيل ميمبرين، والكارير الاصفر ده نقل لي الماده ايه، من بره الخليه لجوه الخليه او من جوه الخليه لبره الخليه، مش هتفرق معايا، المهم ان هو بينقل لي ماده واحده، في الحاله دي بسميه يوني بورتر. يوني يعني واحد، وبورت يعني ينقل، فلما اقول لك يوني بورتر يعني بينقل لي ماده واحده، بل الكارير بروتين اللي بينقل لي ماده واحده بسميه يوني بورتر.
شبه ما اخدنا الجلوكوز امبارح، كان عندي كارير بروتين في الفاسيليتي ديفيوجن بينقل الجلوكوز في اتجاه واحد بسميه يوني بورتر. في بعض الاحيان بيكون الكارير بينقل مادتين مع بعض، ما يقدرش يتحرك الا لما المادتين يكونوا موجودين جنب بعض. هناخد النهارده الكلام ده، هنلاقي الصوديوم وجنبه جلوكوز ولازم ينتقلوا مع بعض. لو صوديوم لوحده العربيه ما تدورش، ولو جلوكوز لوحده العربيه ما تدورش، الكارير ما يشتغلش. يبقى الكارير مش هيشتغل الا لما ينقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه. الحاله دي بسميه سم بورتر. سم يعني مع، بورت يعني ينقل. فلما اقول لك سيم بورتر يعني بينقل مادتين معا في نفس الاتجاه. يبقى بينقل مادتين يوني دايركشنال. يعني يوني دايركشنال؟ يوني يعني واحد، دايركشن يعني اتجاه، يعني في اتجاه واحد. يبقى لو نقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه بسميه سيم بورتر. يعني ايه سيم بورتر؟ يعني بينقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه، او بسميه كو ترانسبورت. عمليه النقل دي بسميها كو ترانسبورت. يعني ايه كو ترانسبورت؟ كو يعني مع، ترانسبورت يعني النقل. يبقى بينقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه. في نوع كارير ثالث بقى بينقل مادتين بس في اتجاهين متضادين. بمعنى ان هو يجيب لي البوتاسيوم من بره الخليه لجوه الخليه، وهينقل الصوديوم من جوه الخليه لبره الخليه. الحاله دي بسميه انتي بورتر. انتي يعني مضاد، بورت يعني بينقل، يعني بينقل مادتين في الاتجاه المضاد. بينقل مادتين في الاتجاه المضاد، بينقل ماده من بره الخليه لجوه الخليه وماده من جوه الخليه لبره الخليه. في الحاله دي بسميه انتي بورتر. حضرتك الكلام ده انت بتتكلم على كاريرز، والكلام ده المفروض كنت تقوله مع الفاسيليتيتد ديفيوجن، جاي تقوله لي مع الاكتف ترانسبورت ليه؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان ممكن يكون كارير بينقل ماده واحده وبسميه يوني بورتر، ممكن يكون بينقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه بسميه سيم بورتر، او بسميه كو ترانسبورت. يعني كو ترانسبورت؟ كو يعني مع، ترانسبورت يعني نقل. ممكن يكون بينقل المادتين بس في الاتجاه المضاد، واحده لبره واحده لجوه، ده بسميه انتي بورتر. انتي يعني مضاد، يعني المادتين ضد بعض، او بسميه كاونتر ترانسبورت. كاونتر برضه يعني مضاد. لما اقول لك كاونتر ترانسبورت يعني بينقل مادتين في الاتجاه المضاد. حضرتك جاي تقول الكلام ده ليه النهارده؟ ما قلتوش ليه امبارح مع الفاسيليتيتد ديفيوجن؟ اقول لك والله لان احنا النهارده هنستخدم بامب في الاكتيف ترانسبورت. طب ما تقول لي انواع البامب يا جدعان. البامب ما هي الا كارير بيستهلك اي تي بي. يبقى البامب والكارير حاجة واحدة، إلا إن البامب بتستهلك اي تي بي. يبقى إيه هي البامب؟ كارير بيستهلك اي تي بي. بيستهلك اي تي بي إزاي؟ ربنا خالق فيه جزء اسمه اي تي بيز. يعني اي تي بيز؟ إيز يعني انزيم. انزيم بإيه؟ بيكسر الاي تي بي عشان يحصل منه على الطاقة. ما هو الاي تي بي ده هو عملة الطاقة داخل الخلية. أول ما أقول اي تي بي يجي في دماغك على طول إن أنا بستهلك إيه؟ الطاقة. يبقى تاني، البامب ما هي الا كارير بيستهلك ايه؟ اي تي بي. يبقى ايه هي انواع الكارير يا شباب؟ يوني بورتر بينقل ماده واحده، سيم بورتر بينقل مادتين مع بعض في نفس الاتجاه، انتي بورتر بينقل مادتين ضد بعض في عكس الاتجاه. خلينا نبدا دلوقتي بالاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت انا بنقل الماده عكس التركيز، فعلا انا جايب البوتاسيوم اللي هو المربعات، رغم ان هم اتنين بس بره وخمسه جوه، لان انا عاوز انقله من بره لجوه. شايفين بنقله ليه من جوه؟ بنقله لجوه. الصوديوم القليل اللي جوه ده هاخده واطلعه لبره. الحاله دي بسميه اكتف ترانسبورت. يبقى انا ماشي اجينست جريدينت ومحتاج طاقه، محتاج اي تي بي. الاي تي بي ده بيتكسر بواسطه الاي تي بيز اللي موجود على البامب. تاني، انا محتاج اي تي بي وبنقل اجينست جريدينت. جايب البوتاسيوم من بره لجوه رغم ان هو جوه كتير، واخد الصوديوم من جوه لبره رغم ان بره كتير. اللي بيحصل ايه في الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ بنسميها صوديوم بوتاسيوم بامب. بامب يعني اكتف ترانسبورت. خلاص اول ما اشوف كلمه بامب كده انا هحط اي تي بي على طول، احط اكتف ترانسبورت. جميل، يبقى بامب. وبعدين البامب دي بتجيب لي البوتاسيوم من بره الخليه تدخله لجوه، وتاخد الصوديوم من جوه الخليه تطلعه لبره. بس انا ملاحظ ان الصوديوم اصلا بره كتير والبوتاسيوم جوه كتير، ما انت ماشي ضد التركيز. بتعمل ايه؟ بتجيب لي اثنين بوتاسيوم من بره قصاد ثلاثه صوديوم من جوه. يبقى بنعبي 3 صوديوم من جوه نطلعهم بره، وصاد 2 بوتاسيوم من بره ندخلهم جوه. انت عملت ايه؟ دخلت 2 موجب من بره وطلعت 3 موجب من جوه. قصدك ايه؟ قصدي ان انا زودت الموجب بره. تاني، قول تاني. انا دخلت 2 موجب من بره لجوه، اطلع قصادهم 3 موجب من جوه لبره. يبقى بطلع 3 صوديوم وادخل 2 بوتاسيوم قصاد 1 مولكيول اوف اي تي بي. بكسر 1 اي تي بي عشان يعمل لي العمليه دي، عشان اتغلب على فرق التركيز ده. هذه يا شباب بسميها برايمري اكتف ترانسبورت. هنعرف برايمري ليه دلوقتي لما ناخد السكندري، مش هنفهم البرايمري لما ناخد السكندري. لكن الحاله اللي قدام حضرتك انا عاوزك تفهم ان انا جبت 2 بوتاسيوم من بره لجوه، 3 صوديوم من جوه لبره، زودت الموجب بره، يعني عملت كهرباء.
قصدك انها الكتروجينيك بامب. اه الكتروجينيك بامب، الكترو يعني كهرباء، وجينيك يعني تولد، بتولد كهرباء، تعمل لي كهرباء، تعمل لي كهرباء ايه؟ ها بتخلي لي الموجب بره كتير والسالب جوه كتير. ليه؟ لان انا خدت ثلاثه موجب طلعتهم بره، المفروض ادخل قصادهم ثلاثه موجب، لا دخلت قصادهم اثنين موجب، العمليه دي استهلكت فيها واحد اي تي بي. تعال نشوف الكلام ده بشيء تفصيلي اكتر. انا اعتبر اللي قدامي دي البامب، الجزء الازرق والجزء الاحمر. الجزء الازرق ده اسمه الفا سب يونت، والجزء الاحمر ده اسمه بيتا سب يونت. ايه الفا وبيتا؟ ده شبه الف وب، شبه سين وصاد وعين، يعني احنا قسمناها جزئين، هي مكونه من اتنين بروتين، حتتين بروتين لازقين في بعض كده. حته البروتين الاولى سميناها الفا، وحته البروتين الثانيه سميناها بيتا. جميل. الالفا دي بيعمل فيها ايه؟ مسك عليها اتنين بوتاسيوم من بره الخليه. يلا هات لي دي كمان. اتنين بوتاسيوم من بره الخليه، ومسك عليها من جوه ثلاثة صوديوم من جوه الخلية. يبقى الالفا سب يونت عليها مقعدين بوتاسيوم من بره الخلية، وثلاث مقاعد للصوديوم من جوه الخلية. طب والبيتا سب يونت؟ لا دي فيها الاي تي بيز، يعني هحط لها مولكيول من الاي تي بي. اللي هيحصل ايه؟ ان البامب دي هتلف. هتلف ازاي؟ يعني تبقى بالمنظر اللي قدام حضرتك كده. ده انا قلبت البوتاسيوم بقى جوه. بص بص شوف الصوره اللي فاتت، شايف؟ بص بص هنا كان البوتاسيوم بره، ها والصوديوم جوه. شوف انا قلبت ازاي، قلبت البوتاسيوم لجوه والصوديوم لبره، وكسرت الاي تي بي. في الحاله دي هفك البوتاسيوم لجوه وهفك الصوديوم لبره، انا كده زودت شحنه موجبه بره. معنى كده ان انا خلقت كهرباء. يعني ايه الكتروجينيك بامب؟ يعني بامب بتكون لي كهرباء، بتولد كهرباء، بتنشئ كهرباء، بتنشئ فرق جوه. لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشاكل. السؤال بيجي لي ازاي؟ بيجي يسالك بقى كتير قوي على الصوديوم بوتاسيوم بامب دي، يقول لك الصوديوم بوتاسيوم بامب بتنقل 2 بوتاسيوم من جوه لبره قصاد 3 صوديوم من بره لجوه. لا العكس، 2 بوتاسيوم من بره لجوه، 2 صوديوم من جوه لبره. طب احنا ما سالناش نفسنا سؤال، ليه الخليه مش حابه وجود الصوديوم جواها؟ ليه الخليه بتطرد الصوديوم لبره وتدخل البوتاسيوم؟ هو اولا انا بطلع 3 صوديوم واسيب 2 بوتاسيوم عشان اعمل موجب بره وسالب جوه، عشان اعمل فرق الجهد عبر غشاء الخليه. جميل، اللي هو بيبقى سالب 70، السالب جوه والموجب بره. ماشي خلاص، دي اتفقنا عليه. الحته الثانيه اللي عاوزين نتكلم فيها، مش معنى الصوديوم بتطرده لبره والبوتاسيوم بيدخله جوه. الصوديوم بيتميز ان الايون بتاعه بيكون مليان ميه حواليه. احنا خدنا الكلام ده في الثانوي، عرفنا ان الصوديوم الايون بتاعه بيكون حواليه ميه كبير، حجم الايون بتاعه كبير، بيكون حواليه ميه كتير. وعندنا قاعده في الطب في الفسيولوجي دايما بنقولها، اينما ذهب الصوديوم قال له الماء خذني معك. يبقى الايون بتاع الصوديوم ده بيكون حواليه ميه كتير، لو الخليه سمحت بوجود الصوديوم جواها الخليه تتنفخ بالميه. عشان كده ما بتحبش الصوديوم، اي صوديوم يدخل جوه الخليه نطرده لبره وندخل مكانه بوتاسيوم. بس انا بطرده لبره بطلع 3 صوديوم وادخل مكانهم 2 بوتاسيوم بس. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، رميت الصوديوم بره اللي حواليه الميه اللي هينفخ للخليه على الفاضي ويخليها تفرقع، وكمان عملت جهد كهربي، خليت موجب بره وخليت سالب جوه، عملت الريستنج من برين بوتنشال او فرق الجهد عبر غشاء الخليه. السؤال التاني بيجي في الصوديوم بوتاسيوم بامب، بيجي يقول لك الصوديوم بوتاسيوم بامب دي يوني بورتر، سيم بورتر، انتي بورتر. والله يوني بورتر يعني بنقل ماده واحده، نقدر تنقل مادتين. سيم بورتر بنقل مادتين في نفس الاتجاه، لا بنقلهم في عكس الاتجاه. انتي بورتر بنقل مادتين في عكس الاتجاه، وحاجه لبره وحاجه لجوه. فعلا هي حاجه لبره، صوديوم لبره والبوتاسيوم لجوه. فعلا يبقى هي انتي بورتر. يبقى هي ايه؟ انتي بورتر. احنا كده اتكلمنا على الصوديوم بوتاسيوم بامب، خلينا ناخد مثال تاني على الاكتيف ترانسبورت. المثال التاني على الاكتيف ترانسبورت هو الجلوكوز. يا عم الحاج انت قايل لي الجلوكوز امبارح بينتقل بالفاسيلتيتد ديفيوجن. يا عم الحاج امبارح احنا كنا بنتكلم في باسيف ترانسبورت، كنت ماشي مع التركيز، انا هنا عاوز انقل الجلوكوز عكس التركيز. عاوز تنقل الجلوكوز عكس التركيز ليه؟ طب ما تسيبه متوزع كده بتركيز متساوي في الجسم. على سبيل المثال انا هضمت الاكل وعندي 10 جلوكوز في الامعاء، في اليومن او في تجويف الامعاء، انا عاوز امتصهم. امتصيت 5 جوه الخليه وفضل 5 بره. امتصيت 5 جوه الخليه بالفاسيلتي ديفيوجن عادي، مفيش اي مشكله. فضل 5 في اليومن بتاعه الانتستين، يعني في التجويف بتاع الامعاء. لو انا سبتهم، ما هو كده 5 بره و5 جوه، يعني التركيز متساوي. لو انا سبتهم بره هينزلوا في الاستول. يعني ايه هينزلوا في الاستول؟ هينزلوا في البراز، هو اللي بيفضل في الامعاء بعد ساعه ساعتين تدخل الحمام وتنضفه.
فالخليه حريصه انها تمتص كل الجلوكوز حتى لو تنقل عكس التركيز، يعني جوه خمسه وبره خمسه وتنقل كمان بقوا سته، ها سته جوه واربعه بره عايزه تنقل كمان، بقوا سبعه جوه ثلاثه بره عايزه تنقل كمان، بقوا ثمانيه جوه اثنين مش عايزه تسيب اي جلوكوز بره. نفس الكلام فين؟ ها يلا في الكدني، لو في شويه جلوكوز موجودين في الكليه، ها يلا عاوز امتصهم عشان ما ينزلوش فين؟ في البول. عكس التركيز ده حاجه بسيطه خالص والدم مليان جلوكوز، امتص برضه ادخله للدم. عكس التركيز فبالتالي دي محتاج ايه؟ اكتف ترانسبورت. طالما عكس التركيز محتاج اكتف ترانسبورت. لكن للاسف انا ما عنديش بامب، ما عنديش بامب بتنقل الجلوكوز، يعني ما عنديش بامب تنقل الجلوكوز عكس التركيز. اعمل ايه؟ الجلوكوز جاي يدخل الخليه، قالوا له وقف، احنا عندنا منك كتير جوه مش هتدخل. ليه يا عم الحاج؟ انت كده تنتقل عكس التركيز وانت ما عادش طاقه تنتقل بيه. عمال يدور على بامب مش لاقي، عمال يدور على بامب مش لاقي. الجلوكوز بص للصوديوم وقال له يا صوديوم انت كتير او بره وقليل جوه، ده انت كمان موجب يا صوديوم وبره الخليه موجب وجوه سالب، يعني المفروض السالب اللي جوه يشدك والموجب اللي بره يطردك، وكمان معاك فرق تركيز يدفعك لجوه انت مش عارف تدخل ليه. قال لا اصل كل البوابات بتاعتي مقفوله. تاني نحكي تاني، الجلوكوز مش عارف يدخل ليه رغم ان البوابه بتاعته مفتوحه، رغم ان ليه كارير موجود، لان هو معهوش طاقه. طب هو عاوز طاقه ليه؟ لان هو بينتقل ضد التركيز، جوه جلوكوز كتير وبره جلوكوز قليل، وانا عاوز امتص كل الجلوكوز، مش عاوز اسيب اي جلوكوز ينزل في الاستول او في اليورين، مش عاوز اي جلوكوز ينزل في البراز او في البول، خساره. الجلوكوز جاي يدخل مش عارف يدخل ليه؟ خليك بره، معكش طاقه تندفع بيها، اللي جوه بيقولوا له كفايه احنا مزحومين جوه، هو عاوز يدخل هو كمان، مش عاوز اضيع اي جلوكوز. فالجلوكوز عمال يبص حواليه كده بره، عمال يدور على اي شويه طاقه يندفع بيهم. فبص كده لقى الصوديوم، قال له يا صوديوم انت مش عارف تدخل ليه؟ قال له والله بص انا معايا كل العوامل اللي تخليني ادخل. احنا بره الخليه موجب وانا موجب، فالموجب بيتنافر معايا بيزقني بيبعدني. وكمان جوه الخليه سالب بيشدني. احنا عارفين ان بره الخليه موجب وجوه الخليه سالب. يبقى في سالب بيشد الصوديوم من بره. وفي موجب بيزق الصوديوم من بره. وكمان انا صوديوم بره كتير وجوه قليل. يعني انا كصوديوم التركيز بتاعي بيدفعني لجوه. طب انت معاك ثلاث عوامل يزقوك. كهرباء الموجبه اللي بره بتدفعك لجوه. والكهرباء السالبه اللي جوه بتشدك لجوه. وفرق التركيز بيدفعك من بره لجوه، ما بتدخلش ليه؟ قال لا والله اصل انا كل البوابات بتوعي قافلين. ما عنديش اي مدخل اقدر ادخل منه. الجلوكوز قال له بس انت معاك قوه بتدفعك. قال له ده انا معايا ثلاث قوه بتدفعني. كهرباء الموجبه اللي بره والكهرباء السالبه اللي جوه وفرق التركيز. قال له انا معاك طاقه تدفعك؟ اه. قال له طب هات شويه الطاقه دول وتعالى نعدي مع بعض من العربيه بتاعتي. الصدم قال له جوز انت عندك عربيه؟ قال له اه بس المشكله ان ما فيهاش بنزين ما فيهاش طاقه. الصدم قال له انا معايا الطاقه. وراحوا راكبين مع بعض على نفس العربيه ومنقولين لجوه الخليه. الكارير اللي موجود ده موجود اصلا عشان الجلوكوز، لكن مش هيدور بالجلوكوز لوحده لان معهوش طاقه. هيدور بمين مع الجلوكوز؟ هيدور بالصوديوم مع الجلوكوز. الصوديوم معاه طاقه، سميناه سيمبورت. صوديوم جلوكوز سيمبورت. يعني ايه سيمبورت؟ ها يلا سيمبورتر. سيم يعني مع، بورتر يعني المادتين مع بعض في نفس الاتجاه. فعلا الصوديوم والجلوكوز انتقلوا مع بعض في نفس الاتجاه. الحق الصوديوم دخل جوه الخليه، شافته مين؟ الصوديوم بوتاسيوم بام. قال له تعالى يا صوديوم. راحت واخد ثلاثه صوديوم مطلعاهم لبره قصاد اتنين بوتاسيوم واستهلكت اي تي بي. قصدك ايه؟ قصدي ان الكارير بتاعي اللي هو بتاع الجلوكوز والصوديوم اللي انت بتتكلم عليه ما استهلكش طاقه اصلا. ما شفتش اي تي بي هنا استهلكت. الاي تي بي استهلكت عشان اعمل فرق جهد وفرق كهرباء وفرق تركيز للصوديوم يكون معاه طاقه تدفع الجلوكوز معاه. قصدك ايه؟ قصدي ان انا هنا في حاجه اسمها سكندري اكتف ترانسبورت، مش برايمري اكتف ترانسبورت. البرايمري اكتف ترانسبورت الكارير او البامب اللي موجود عندي هو اللي بيستهلك الطاقه، هو اللي بيستهلك الاي تي بي. اما في السكندري اكتف ترانسبورت الكارير ما بيستهلكش طاقه، ما بيستهلكش اي تي بي. امال مين اللي بيزق العربيه؟ اللي بيزق العربيه فرق التركيز وفرق الكهرباء. نحكي تاني، الجلوكوز عاوز امتصه، مش عاوز اي جلوكوز يفضل في اليوم من هنا، مش عايز اي جلوكوز يفضل في تجويف الامعاء او في تجويف الكليه وينزل في اليورين او ينزل في الاستول، ينزل في البول او في البراز. جاي الجلوكوز يدخل ما عرفناش ندخله ليه، فعكس التركيز جلوكوز جوه كتير وبره قليل، وانا عاوز القليل اللي بره ده مش عاوز اضيعه، هو كمان عاوز كل الجلوكوز يدخل. الجلوكوز جاي يدخل ما عرفش، طب عمال يدور على اي بامب تكون بتستهلك طاقه ودخل الجلوكوز، ما لقاش اي بامب بتدخل الجلوكوز بتستهلك طاقه. فبيبص للصوديوم قال له انت مش عارف تدخل ليه؟
الجلوكوز قعد مع الصوديوم قاعده كده والاثنين مش عارفين يدخلوا. قال الصوديوم قال له والله بص انا معايا طاقه كتير قوي، انا معايا البنزين بس معيش العربيه، ايه البنزين اللي معاك؟ قال له والله فرق الكهرباء الموجب اللي بره بيزقني والسالب اللي جوه بيشدني، وكمان فرق التركيز، انا تركيزي بره اكتر من جوه، يعني الاثنين بيزقوني. الكترو كيميكال جريدينت، يعني ايه الكترو كيميكال جريدينت؟ الكترو يعني كهرباء، والكيميكال يعني تركيز، يعني تركيز كيميائي، يعني تركيز كهرباء، فرق كهرباء وفرق تركيز الاثنين بيزق الصوديوم لجوه، يبقى الكترو كيميكال جريدينت، الاثنين بيزقوني لجوه، رغم ذلك مفيش اي بوابه مفتوحه لي تدخلني جوه. رغم ان انا معايا فرق كهرباء يلا وفرق تركيز. يعني انت معاك بنزين وانت يا جلوكوز مش عارف تدخل ليه؟ قال له والله بص انا العربيه موجوده بس ما فيهاش بنزين. قال له يلا نعمل صفقه مع بعض، ايه الصفقه اللي هنعملها؟ سيمبورتر. الجلوكوز مع العربيه والصوديوم مع البنزين. قال لك يلا ايدينا في ايد بعض واحنا الاثنين ندخل جوه الخليه. ايدينا في ايد بعض واحنا الاثنين ندخل لجوه الخليه. الجلوكوز والصوديوم. بيحصل ايه؟ الجلوكوز دخل والصوديوم معاه قوه درايفنج فورس. يعني ايه درايفنج؟ كلمة درايف يعني يقود، يعني بيزق البنزين بتاعه. يلا في الالكتروكيميكال جريدينت الطاقة بتاعته فرق التركيز وفرق الكهرباء هو اللي زق الكارير، هو اللي دخل الجلوكوز مع الصوديوم لجوه الخلية. الجلوكوز رحبنا بيه وعاوزينه، أما الصوديوم بدأنا نطردوه. طردناه إزاي؟ طلعنا ثلاثة صوديوم قصاد اثنين بوتاسيوم، لأن أنا ما دخلتش جلوكوزاية واحدة، أنا دخلت ثلاثة أربعة ستة زي ما يكون. كل الصوديوم اللي دخل هطلعه 3 صوديوم قصاد 2 بوتاسيوم لاستهلاك اي تي بي في السكندري اكتف ترانسبورت. انا ما استهلكتش اي تي بي مباشره، مش دايركتلي، مش مباشره. امال استهلكت اي تي بي ازاي؟ استهلكت اي تي بي، يلا قول معايا، في خلق الالكتروكيميكال جريدينت عشان اعمل فرق التركيز. فرق التركيز ده هو اللي هيكون فيه القوه المختزنه اللي هتدفع لي الجلوكوز في السكندري اكتف ترانسبورت. السكندري اكتف ترانسبورت يا شباب مش بيحصل مع الجلوكوز بس، نفس الكلام ممكن يحصل مع الجلاكتوز، نفس الكلام ممكن يحصل مع الامينو اسيد. يعني انا عندي امينو اسيد او جلاكتوز مش عاوزهم ينزلوا في الاستول او مش عاوزهم ينزلوا في اليوري، بالتالي برضو ببدا ادخلهم جوه الخليه عكس التركيز، معهمش طاقه تدفعهم لجوه، لا الصوديوم يدخل معاهم وبعد كده اطرد الصوديوم بالبرايمري اكتف ترانسبورت. لو بيدخلوا مع الصوديوم بالسكندري اكتف ترانسبورت، هاي يلا وبعد كده اطرد الصوديوم بالبرايمري اكتف ترانسبورت. ايه هي الدرايفنج فورس؟ ايه البنزين اللي عندك والالكتروكيميكال جريدينت، الطاقه المختزنه في الالكتروكيميكال جريدينت بتاع الصوديوم من خلال صوديوم بوتاسيوم بامب. الكلام ده ممكن يكون في عكس الاتجاه. لو انا عاوز اطلع مثلا الهيدروجين اين بره الخليه وما عنديش بامب في الخليه دي تطلع الهيدروجين اين اللي بره، الهيدروجين ابدا اطلع الهيدروجين اللي بره وادخل الصوديوم لجوه. مين اللي حرك لي؟ فين الطاقه؟ الطاقه بتاعه فرق التركيز وفرق الكهرباء بتاعه الصوديوم، وطلعت الهيدروجين اللي بره. في الحاله دي الصوديوم يدخل جوه الخليه وابدا اطلعه بالبرايمري اكتف ترانسبورت. نفس الكلام مع الكالسيوم، لو انا عاوز اطلع كالسيوم بره الخليه اعمل ايه؟ ها يلا اجيب البامب الكارير اللي قدامي ده اطلع الكالسيوم لبره وادخل مكانه الصوديوم لجوه، وبعد ما ادخل الصوديوم لجوه ابدا اطرده بالبرايمري اكتف ترانسبورت او بالصوديوم بوتاسيوم بامب. مين اللي دفع لي الكارير اللي عندي؟ مين اللي طرد لي الكالسيوم لبره او الهيدروجين لبره او دخل الجلوكوز والجلاكتوز والامينو اسيد لجوه؟ فرق التركيز وفرق الكهرباء بتاعت الصوديوم. اللي هو جاي منين فرق التركيز وفرق الكهرباء ده؟ من خلال الصوديوم بوتاسيوم بامب. فاحنا يا شباب قسمنا الترانسبورت الباسيف ترانسبورت واكتيف ترانسبورت. في الباسيف ترانسبورت انا مش محتاج طاقه، وكان السيمبل ديفيوجن فاسيليتيتد ديفيوجن وحالات خاصه. الاكتيف ترانسبورت انا بحتاج طاقه، واحنا خدنا منه النون فيزيكولار ترانسبورت اتكلمنا عنه دلوقتي. نون فيزيكولار يعني ما فيهوش فيزيكال، ما فيهوش فاجوسايتوزس لابين سايتوزس الاكزوسايتوزس ريسبتور ميديتد سايتوزس، ما فيهوش الكلام اللي اتكلمنا عنه في الهيستولوجي. هادي انا بحتاج طاقه عشان اتغلب على فرق التركيز فقط او فرق الكهرباء او فرق الضغط. وكان في منه برايمري اكتيف ترانسبورت شبه الصوديوم بوتاسيوم بامب، وكان في سكندري اكتيف ترانسبورت شبه الصوديوم جلوكوز سيمبورت. في عندي الفيزيكولار اكتيف ترانسبورت. ايه اللي خلى الفيزيكولار اكتيف؟ لانه بيحتاج طاقه عشان حركه الاكتين. الفيزيكولار اكتيف ترانسبورت قسمناه الاندوسيتوزس واكزوسيتوزس. الاندوسيتوزس قسمناه الفاجوسيتوزس وبينوسيتوزس ريسبتور ميديت اندوسيتوس. لو انا عندي سوليد بارتكل جسيم صلب كبير شبه البكتيريا، البكتيريا دي اكبر من الجلوكوز بكتير. البكتيريا دي ايه؟ ها يلا، مكونه من بروتينات وكربوهيدرات وليبيد، والكربوهيدرات دول فيهم جلوكوز وجلاكتوز وحاجات كتير قوي اكبر من الجلوكوز بمراحل. فبالتالي انا بحتاج امد حواليها سودوبوديا، والسودوبوديا تقفل وتعمل لي فيزيكال، وبعد كده الفيزيكال تقفل تفصل من السيل ممبرين صوره فاجوسوم. الكلام بيحصل في البينوسايتوز لو انا عندي فلويد دروبلتس، قطرات من سائل مش جزيئات ماء. خد بالك في فرق بين ووتر موليكيول وفلويد دروبلت. ووتر موليكيول يعني جزيء ماء ما بيتشافش بالعين المجرده، ما بيتشافش بالعين المجرده، وده اللي بيعدي من خلال الاكوابورين، ده اللي بيعدي بالفلتريشن.
ده اللي بيعدي من خلال الفوسفوليبيد باي لير از ابوليت. ده الووتر مولكيول، جزيئات ماء صغيره قوي ما تشوفش بالعين مجرد، اما هنا قطرات ماء فيها ملايين الجزيئات. في الحاله دي بيكون الفلويد دروبلت دي دايب فيها بعض السوليوتس، ببدا اعمل حفره بت، والحفره دي بتبدا ايه تقفل بعد كده فيزيكال حوالين السائل بما فيه من سوليوت بما فيه من مواد مذابه، واقفل فيزيكال وافصل عن السيل ممبرين وتدخل في صوره بينيسو. الحاله الثالثه هي ريسبتور ميديتد اندوسايتوز، لان انا عندي جروث فاكتور وعاوز ادخلها جوه الخليه بالتنظيم. بعمل بت، بس البت دي بتكون كوتد بت يعني تحتها الكلاثرين، ببدا اقفل برضو الفيزيكال تبقى كوتد فيزيكال. بعد ما الماده السبيسيفيك عندي هايلي سيلكتيف، الماده السبيسيفيك عند الجروث فاكتور الابيديرمال جروث فاكتور مسك في الريسبتور بتاعه، وقفلنا البت وفصل برضو من السيل ممبرين، تبدا تفك لجوه والكلاثرين يطلع تاني لو انا محتاج المزيد من الجروث فاكتورز دي. ده كله كانت امثله على الاندوسايتوزس او انواع الاندوسايتوزس، سواء كانت فاجوسايتوزس سوليد بارتيكلز او بينوسايتوزس فلويد دروبلتس او ريسبتور ميديتد اندوسايتوزس سبيسيفيك مولكيول او سبيسيفيك سبستانس هايلي سيلكتيف. ثلاث حالات دول بسموهم اندوسايتوزس، لان انا بنقل من بره الخليه لجوه الخليه، اما لو من جوه الخليه لبره الخليه هذه بسميها اكزوسايتوز. تيجي الفيزيكال تمسك في السيل ممبرين وتفصل عند مكان الفيوجن وتفك لي البرودكت او الكونتنت بتاعها لبره الخليه، الحاله دي بسميها اكزوسايتوز، من جوه لبره، شبه ريزيديوال بوديز، بواقي الخليه، فضلات الخليه، الويست بتاع الخليه والبرودكتس بتاعه الخليه او منتجاتها شبه السكريشن على سبيل المثال الانسولين والانزيم. الحالات دي كلها انا بحتاج اكتين، بحتاج كالسيوم، بحتاج اي تي بي او طاقه. في الحاله دي بس في الريسبتور من الانسايتوز بحتاج كلاثرين. ده الفيزيكولار اكتيف ترانسبورت، وممكن برضو ينزل منه اسئله في الفيسيولوجي، يعني بتوع الهيستولوجي بيحطوا منه اسئله وبتوع الفيسيولوجي برضو ممكن يحطوا منه اسئله. اتكلمنا النهارده عن الاكتيف ترانسبورت، عرفنا الاكتيف ترانسبورت نون فيزيكولار وفيزيكولار. انا ما اتكلمتش عن الفيزيكولار، انا قلت لك ان هو سي هيستولوجي، اللي احنا كتبناه في الهيستولوجي هو نفس الكلام اللي في الفيسيولوجي. طب انا اتكلم على النون فيزيكولار اكتيف ترانسبورت. نون فيزيكولار هو اكتيف، فبالتالي اجينست جريدينت، وبحتاج اي تي بي. اي تي بي وبيقول لك كارير بروتين عنده اي تي بيز. يعني ايه كارير بروتين عنده اي تي بيز؟ يعني بامب، ما احنا قلنا البامب هي كارير عنده اي تي بيز يعني بيستهلك اي تي بي. وانواع الكاريرز كانت اليوني بورد، بتنقل ماده واحده في اتجاه واحد. عندي حاجه اسمها كالسيوم بامب، الكالسيوم بامب دي بتستهلك طاقه وبترد لي الكالسيوم لبره او بتدخله لجوه. دي موجوده في بعض الخلايا اللي هي مين؟ الخلايا العضليه، العضلات الهيكليه وعضله القلب، بيحتاجوا الكالسيوم جدا عشان الانقباض وكده، فبالتالي ايه؟ اه يلا عندهم كالسيوم بامب. في برضو سيمبورت، يعني سيمبورت من المادتين مع بعض في نفس الاتجاه ان وان دايركشن. كو ترانسبورت، كو يعني مع، اه يلا صوديوم جلوكوز بامب. انا ما سماهاش صوديوم جلوكوز بامب، انا سماها صوديوم جلوكوز سيمبورت تبقى الطف، تمام؟ لان ما عندهاش اي تي بيز عشان اقول عليها بامب، خلاص. في بعد كده الانتي بورتر، وده بيترانسبورت من اللي هي يلا تو سبستانسز ان تو دايركشن، بينقل المادتين في اتجاهين متضادين، اوبوزيت دايركشن، اتجاهين متضادين، كاونتر ترانسبورت. يعني ايه كاونتر ترانسبورت؟ كاونتر يعني عكس، اهي يلا بينقل المادتين عكس بعض. شوف الصوديوم بوتاسيوم بامب، بينقل الصوديوم من جوه لبره والبوتاسيوم من بره لجوه. نون فيزيكولار اكتيف ترانسبورت في منه برايمري وفي منه سكندري وفي منه تيرشري كمان. يعني ايه تيرشري؟ يعني ثالثي. ماده معتمده على ماده، معتمده على ماده ثالثه، الماده الثالثه دي هي اللي من خلال بامب. والاولى والثانيه من خلال كارير، زي ما شفنا هنا الاولى كانت كارير عادي ما بيستهلكش طاقه، بس معتمد على ماده ثانيه، الماده الثانيه دي اضطر اطلعها بايه؟ ببمب. فهمنا الفكره؟ تعالوا نشوف كده. برايمري اكتيف ترانسبورت، الانرجي او الطاقه اللي هنا في ما هو اكتيف لازم يكون في طاقه، الطاقه دي جايه من الهيدروليسيس اوف اي تي بي، تحلل الاي تي بي بواسطه الاي تي بيز. شبه الصوديوم بوتاسيوم بامب، الصوديوم بوتاسيوم بامب ده مثال على البرايمري اكتيف ترانسبورت، ودي موجوده في كل الخلايا في الجسم. كل الخلايا في جسمي فيها صوديوم بوتاسيوم بامب اللي بتطرد الصوديوم لبره وتحافظ على البوتاسيوم جوه الخلايا. دي الكتروجينيك بامب، يعني الكتروجينيك كانت بتولد كهرباء، بتتكون من الفا وبيتا. الالفا ليها اتنين اوتر بايندنج سايت فور بوتاسيوم، يعني لها مقعدين بره بيمسك فيهم البوتاسيوم. يلا. وتلات مقاعد جوه بيمسك فيهم الصوديوم، يبقى تلاته انر بايندنج سايت للصوديوم، يبقى بمسك تلاته صوديوم من جوه واتنين بوتاسيوم من بره والف. البيتا سب يونت دي عندها اي تي بيز اكتيفيتي. هنا بقى اغنيه جميله كده على الصوديوم بوتاسيوم بامب، تلاقي كل الدكاتره بتقولها، بيقول لك وين اول سايدز ار ساتوريتد. يعني ايه اول سايدز ار ساتوريتد؟ كل المقاعد اللي عندي اتملت، تشبعت. يعني ايه؟ يعني مليت 3 صوديوم من جوه و2 بوتاسيوم من بره. في الحاله دي انا هبدا انشط الاي تي بيز، اي تي بيز از اكتيفيتد، يبقى ابدا انشط الاي تي بيز. يعني ايه انشط الاي تي بيز؟ يعني اكسر الاي تي بي واطلع الطاقه، اند انرجي از ليبريتد، يعني تطلق الطاقه. وده بيؤدي الى كونفورميشنال تشينج، تغير في الشكل. ده تغير في الشكل ايه؟ ان احنا لفناها. شفتوا اما لفناها هنا في الباوربوينت؟ بص معايا كده، يلا كان الاثنين بوتاسيوم بره اهوت وثلاثه صوديوم من جوه اهوت، اروح لففها كده، يلا شوف انا كده عملت كونفورميشنال تشينج،
غيرت شكلها وكسرت الاي تي بي عشان افك الاثنين بوتاسيوم اللي جوه وثلاثه ايه ثلاثه صوديوم لبره leading to conformational change. في الحاله دي صوديوم is bumped to outside and potassium to inside. انا دخلت البوتاسيوم اللي جوه وطلعت الصوديوم لبره. الحته دي مهمه جدا. في السكندري اكتيف ترانسبورت انرجي از ستورد. الطاقه هنا اللي انا سالكها هنا ايه؟ فين الطاقه؟ قال لك الطاقه المخزنه في الكونسنتريشن جريدينت في الالكتروكيميكال جريدينت. مش كونسنتريشن جريدينت بس، ده هو الكتروكيميكال. يعني ايه الكتروكيميكال؟ يعني كهرباء وكونسنتريشن، خلاص كهرباء وتركيز. اي تي بي استابليش ان ايونيك جريدينت. بيقول لك الاي تي بي اللي هو من خلال صوديوم بوتاسيوم بام عمل لي انجز لي وفر لي ايونيك جريدينت. يعني ايونيك جريدينت يعني فرق تدرج او فرق تركيز او تدرج تركيز لمين؟ للايونز. الصوديوم بره كتير وجوه قليل، الموجب بره كتير وجوه سالب. فاهم الفكره؟ which is the driving force، هو القوه الدافعه للسكندري اكتيف ترانسبورت. يبقى انا كل اللي يهمني ان الطاقه ما استهلكتش في السيم بورت ده، لا، امال استهلكت فين؟ استهلكت من خلال الالكتروكيميكال جريدينت، الطاقه المخزنه في الالكتروكيميكال جريدينت. بص معايا كده، السكندري اكتيف سيم بورتر مثال عليه الصوديوم جلوكوز سيم بورت ده بريزنت اون ذا ليومينال سيرفيس اوف انتستينال سيلز اند كيدني تيوبيولز سيل ميمبرين. اتكلمنا طبعا عرفنا يعني ايه كيدني تيوبيولز اللي هي الانابيبات بتاعه الكليه، والانتستينال سيلز اللي هي خلايا الامعاء. ايه بقى اليومينال سيرفيس اللي هو السطح ده؟ لو انا اعتبرت ان دي اليومن، دي ده تجويف الامعاء ودي الخلايا بتاعت الامعاء اهي، دي خلايا الامعاء، ده اسمه اليومينال سيرفيس. ده اسمه ايه؟ اليومينال سيرفيس. الوالتري سيرفيس اسمه اليومينال سيرفيس، يعني مواجه لليومن او التجويف، مواجه لليومن او التجويف اسمه اليومينال سيرفيس. امال ده اسمه ايه؟ بيزال سيرفيس. ده اسمه ايه؟ بيزال سيرفيس. اللي فوق ده اسمه ايه؟ اليومينال سيرفيس. انا محتاج في اليومينال سيرفيس ده لازم يكون عندي اكتيف ترانسبورت، بس انا ما عنديش بام بتقدر تتفاعل الجلوكوز اللي تقدر تتفاعل الجلاكتوز والامينو اسيد. لك البديل ليهم، البديل ليهم هو السكندري اكتيف، انه الجلوكوز يعدي بالقوه الدافعه بتاعت الصوديوم وبعد كده ابدا اطلع الصوديوم بالايه؟ بالبرايمري اكتيف ترانسبورت او بالصوديوم بوتاسيوم بامب لانها موجوده في السيمبرين بتاع كل الخلايا. يقول لك ترانسبورت الجلوكوز از اتاتشد تو اسيمبورت كارير. الجلوكوز اللي انا عاوز انقله بيلزق في الكارير، الكارير دي سيمبورت لان هياخد مع الصوديوم اللي جوه الخليه. الاثنين هنقلهم لجوه الخليه وبعد كده الصوديوم ايونز يلا والصوديوم، الصوديوم بقى بعد كده which are then transported by primary active transport. مين اللي هيطلع؟ هيطلع بالبرايمري اكتيف انتي بورت الصوديوم ايونز دي. يبقى بيقول لك ايه؟ الجلوكوز مسك مع الصوديوم في سيم بورت وبعد كده الصوديوم ده which هنا عايد على مين؟ عايد على الصوديوم ايونز which are then transported by primary active transport. هرجع اطلع مين؟ اطلع الصوديوم بالبرايمري اكتيف انتي بورت. خلاص؟ طلعوا بره. طبعا الصوديوم جلوكوز سيم بورت ده الكارير ده عنده تو سايتس، واحد للصوديوم واحد للايه؟ واحد للجلوكوز. وطبعا ما بيستهلكش اي تي بي دايركتلي. الصوديوم جلوكوز سيمبورت ما بيستهلكش اي تي بي دايركتلي، يعني مش بصوره مباشره، لا هو بيستهلك الطاقه المخزنه في الالكتروكيميكال جريدينت بتاع الصوديوم. امال مين اللي بيستهلك الطاقه مباشره؟ البرايمري اكتيف ترانسبورت. بيجي برضه سؤال يعني جه في سنه من السنين تقريبا السنه قبل اللي فاتت، قال لهم ايه؟ قال لهم في البرايمري اكتيف ترانسبورت انا محتاج كام ترانس ميمبرين بروتين؟ محتاج كام ترانس ميمبرين بروتين؟ ترانس ميمبرين بروتين يعني انتجرال بروتين. قال لك والله محتاج واحد ترانس ميمبرين بروتين اللي هو البامب صوديوم بوتاسيوم بامب. طب في السكندري اكتيف ترانسبورت انا محتاج كام ترانس ميمبرين بروتين؟ قال لك انا محتاج اثنين، واحده بامب واحده كارير. يبقى في السكندري اكتيف ترانسبورت عشان يتم السكندري اكتيف ترانسبورت انا محتاج تو ترانس ميمبرين بروتين، واحده بامب واحده كارير. بيجي في الامتحان يقول لك انا محتاج كام ترانس ميمبرين بامب؟ واحدة. محتاج كام ترانس ميمبرين كارير؟ واحدة. محتاج كام ترانس ميمبرين بروتين؟ واحد اثنين، يبقى اثنين. فاهم الفكرة؟ في السكندري اكتيف ترانسبورت انا محتاج تو ترانس ميمبرين بروتينز، واحدة كارير واحدة بامب. قال لك الجلاكتوز والامينو اسيد كو ترانسبورتد. يعني ايه كو ترانسبورتد؟ يعني سيمبورت مع الصوديوم ايونز بورت نفس الطريقة بتاعت الجلوكوز. الهيدروجين ايونز والكالسيوم ايونز انا عاوز اطردهم بره الخلية. بالمناسبة الهيدروجين ايون في بعض الخلايا والكالسيوم اين في بعض الخلايا لهم يوني بورت بامب. يعني الكالسيوم ليه بامب في بعض الخلايا، الهيدروجين ليه بامب في بعض الخلايا. الهيدروجين ليه بامب فين؟ في خلايا الاستومك، المعده اللي بتكون ال HCl عشان تضخ لي الايه؟ ال H موجب، ال H موجب بتاع ال HCl. يبقى في بعض خلايا جسمي فيها ال H موجب بامب او اسمه البروتون بامب. ال H موجب ده اللي هو الهيدروجين اين ده كنا بنقول عليه بروتون في الثانوي. يبقى انا اليوني بورت ليه مثال عندي الكالسيوم بامب والهيدروجين بامب او البروتون بامب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ليهم في بعض الخلايا كاونتر ترانسبورت او انتي بورت مع الصوديوم. هل بيستهلك الطاقه مباشره؟ لا، بالسكندري اكتيف ترانسبورت. نحكي ثاني،
الكالسيوم والهيدروجين ايون هي حاجه مش مهمه قوي دلوقتي ان احنا ناخدها بالتفاصيل في الموديولز بتاعتها، يعني مثلا بتاع الاستومك ناخدها لما بنيجي ندرس الدايجستيف سيستم او الجي اي تي في سنه تانية، بتوع الكليه لما نيجي ندرس الرينال في سنه تانية، خلاص بتوع العضلات لما نيجي ناخد الماسكل سكيلتال في الترم الثاني، بتوع القلب لما نيجي ناخد الكارديو في سنه تانية. لكن احنا دلوقتي احنا بناخد فكره عن الترانسبورت عموما. الكالسيوم والبروتونز لهم بامب يوني بورت بس في بعض الخلايا، في بعض الحالات انا ما بيكونش عندي يوني بورت فبضطر اعتمد على الصوديوم. مش معنى الصوديوم، قال لك لان الانتي بورت بتاع الصوديوم اتفقنا ان هو موجود في كل الخلايا، فانا ممكن اخلق فرق تركيز او فرق كهرباء بالصوديوم بوتاسيوم بامب، وبعد كده استغل فرق التركيز او فرق الكهرباء بتاع الصوديوم ده عشان انقل اي ماده في اي اتجاه انا عايزه ضد التركيز بتاعها. فهمنا الفكره؟ يبقى في بعض الاحيان الهيدروجين ايون اللي هي البروتونز والكالسيوم ايون امشيهم عكس الصوديوم وادخل الصوديوم لجوه الخليه، وبعد كده اضطر ارجع اطرد تاني الصوديوم بالصوديوم بوتاسيوم ايه بامب. مش مهم قوي الحته دي، لكن خلينا عارفين ان الكالسيوم ليه يوني بورت. الكالسيوم ده مثال على اليوني بورت، وبرده الهيدروجين ايون مثال على اليوني بورت، ولهم كاونتر ترانسبورت او انتي بورت مع الصوديوم. طب افرق ما بينهم ازاي في الاسئله؟ لو قال لك كالسيوم بامب او بروتون بامب يبقى يوني بورت. طب لو قال لك كالسيوم صوديوم كارير، هيدروجين او بروتون صوديوم كارير، كالسيوم صوديوم اكستشينجر. يعني ايه اكستشينجر؟ يعني تبادل. المصرف اللي انا بدخل فيه دولارات واطلع جنيهات، الناس اللي اهاليهم مسافرين بره وبعتوا لهم دولارات، ده اسمه اكستشينجر، اسميه كالسيوم صوديوم اكستشينجر. اطلع الكالسيوم ده بره وادخل مكانه صوديوم، وبعد كده استغل الصوديوم ده اضطر اطلع الصوديوم ده بره الخليه تاني بالانتي بورت او بالصوديوم بوتاسيوم بام. احنا كده شباب خلصنا الاكتف ترانسبورت. انا يهمني قوي ان مثال على البرايمري اكتف ترانسبورت صوديوم بوتاسيوم بام نفهم ايه اللي بيحصل فيها، مثال على السكندري اكتف ترانسبورت صوديوم جلوكوز سيم بورت ونعرف برده ايه اللي بيحصل فيها. الامثله دي زياده لان ممكن بعض الدكاتره بتزودها في المحاضرات، ممكن تسال عليها في الاسئله. احنا قلنا كل الامثله لكن مش كل الامثله بتكون مطلوبه منك في كل السنين، فاحنا كل سنه بنعرف ايه الامثله المطلوبه منك وبنقولها. لكن احنا كده قلنا كل الامثله اللي ممكن تتقال في اي محاضره في اي جامعه مننا لسه الدراسه ما بدات. اشوفكم على خير ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.